سلام عليكم. في عام 73 في الكويت حصلت واقعة صراحة أنا حزنت على الضحية اللي كان في القصة، ما له داعي يدخل نفسه في موضوع مثل هذا، ما أبي أحرق عليكم القصة، اسمعوا السالفة. في شاب كويتي اسمه جعفر، عمره 23 سنة، شاب متفوق، أبوه متوفي ما عنده إلا أمه وأخته، وهو المعيل الوحيد لهم بعد رب العالمين طبعا. فالولد بالإضافة إلى دراسته ودخل الجامعة إلا أنه اشتغل في شركة للمشروبات الغازية ومعروفة جدا، ما لا داعي أذكر اسمها. صار الولد هذا شو يسوي؟ يوزع صناديق البيبسي، أول كانت اللي هي البطل أو الزجاج، هذا قنينة الزجاج المشروبات الغازية، صناديق ويوزعها على البيوت، يفتر واللي يبي أو اللي بيشتري من عنده يبيع له. المهم أثناء يعني عملية توزيع على البيوت وأصبح لديه يعني زباين، في ناس أصبحوا دائما يشترون من عنده بشكل مستمر، فهو يعرف البيت الفلاني والبيت الفلاني، هذول أنا نزلت عندهم مثلا خمس صناديق المشروبات الغازية، بعد يومين ثلاثة يجي يأخذ صناديق الفاضية يعطيهم صناديق الجديدة، فيعرف البيوت اللي يوزع لهم ومستمر الحياة وما شاء الله ماشي في شغله ودراسته وأموره طيبة والله ساتر عليه. ويوم الأيام في بيت دائما اللي تطلع تشتري منه بنت، فتاة عمرها 22 سنة، بنت ما راح امدح لكم، جميلة وخلاص، أغرم فيها الولد وهي تبادل يعني نظرات الإعجاب. هذا نفس مسلسل حسين عبد الرضا وش اسمه النفيسي، خالد النفيسي رحمة الله عليهم، اللي يجيهم هذا يقول عندكم بارد، وش اسمه المسلسل، الحيالة، نعم عرفت، اللي يجي عندكم بارد، ترى فعلا هذول موجودين أول يعني. فهذا الولد كان نفس النظام، تبون بارد أو عاوزين بارد، أيوة عاوزين بارد ذكرته، فيجيهم عاوزين بارد هو كويت يعني، يقولوا لا إيه، وصار بينه وبين البنت هذا تبادل يعني نظرات إعجاب، وشوي شوي شاف البيت ما في أحد، البنت دائما هي اللي تطلع له، ومرات معها أختها، والبنت هذه أعجبت في الولد اللي هو جعفر، ف صارحها يوم الأيام يسألها عن أحوالها وكذا، وهل أنت مرتبطة لا، وكم عمرك، وقال لها أنا صراحة يعني أبي أتزوج إذا ما عندك مانع أتقدم لك. قالت له بس يعني أنا ترى عندي مشكلة يعني. قال لها شنو؟ قالت له أنا أبوي إنسان في قمة الوحشية، أمي متوفية ما عندي إلا أنا وأختي، وعندنا أبونا، أبوهم كان عمره في ذاك الوقت 50 سنة، لكن أبوهم جدا عصبي، جدا تعامله سيء مع بناته، جدا يعني ما يرحم. فقالت له أنا خايفة، وشلون أنت يعني الحين إذا تبي تقدم لي شلون يعني راح تفاتح أبوي في الموضوع، راح يقول لك انت ايش عرفك فيها يعني، وفي ذاك الوقت يعني ما في وسيله للتعارف يعني الا عن طريق النساء يعني، يعني مثلا هذا عنده خوات، عنده ام، عنده كذا، هي اللي تشوف البنت، ما في طريقه ثانيه اول يعني. فقال خلاص انا بخلي اختي تزوركم البيت وتقول انها صديقتك وتتعرف عليك وخلاص، ومن هنا احنا يعني نبدأ مرحلة الخطوبة بشكل رسمي. قالت له أوكي، وفعلا أرسل أخته وشافت البنت، قالت ما شاء الله البنت صراحة يعني خير ما اخترت يعني، ما عندنا مانع. قال الحين أنا بروح أضرب عليهم الباب وأكلم أبوها شخصيا،
وفعلا بعد كم يوم راح وضرب الباب وطلع للأب: مرحبا عمي، يعطيك العافية، هلا حياك الله، تفضل آمر. قال: والله يا عمي أبي يعني أجلس معك في المجلس أو في الديوانية، يعني أبيك موضوع. قال: إيه تفضل، حياك الله، تفضل. حياك وقعد وسوالف سوالف. قال: آمر يا ولدي، في شيء؟ قال: والله يا عمي أنا جايك يعني بتقدم حق بنتك فلانة وعلى سنة الله ورسوله. هذا الرجل استغرب. اسأله أنت من وين وش اسمك واسم عائلتك وين ساكن، ولا هذا ساكن بعيد؟ قال: زين شلون عرفت يعني أن عندي بنت، وشلون عرفت يعني أنها مو متزوجة مثلا؟ قال: لا أنا أختي صديقتها. زين وأختك شلون تعرفت على بنتي؟ يعني شلون يعني، هل كانت معاها بالدراسة في أي مدرسة؟ هذا الأب شكاك. المهم هذا الولد حاص ويا شوي وحاول وصد ورد، المهم لين عدت هالمشكلة هذه. قال له: يا عمي أنا جاي أتقدم حق بنتك. قال له: والله شوف يا ولدي أنا ما عندي بنات للزواج، واللي بلغك أو اللي قالك إن أنا عندي بنات هذا غلطان، توكل على الله. مش الولد بعد كم يوم الولد صار يعني يتأكد متى يكون الأب هذا ما هو موجود في البيت علشان يلتقي في البنت. وفعلا لما شاف الوقت مناسب راح ضرب الباب على بنا، جايب لهم بيبسي يعني. طلعت البنت عند الباب وكلمها، قال: والله أبوك رفضني وكذا. قالت له: خلاص أنا راح أكلم أبوي وراح أضغط عليه وأخليه يوافق على زواجنا. قال لها: أكيد. قالت له: أكيد 100% راح يوافق، بس انتظر مني هاليومين يعني أجيب لك الخبر. شلون كان يعني يتبادلون بعض السوالف، يعني بعض يعني هي تسولف عن نفسها وهو يسولف عن نفسه، هي تشرح له قصتها وهو يشرح، عن طريق الأشرطة الكاسيت تسجل له شريط: والله أنا يا حبيبي قصتي كذا كذا كذا، مواليد كذا، كنا ساكنين مكان الفلاني، أمي ماتت يعني حصل معاها كذا يعني، وتعطي شريط كل ما شافته تسلم عليه كلمتين ثلاثة تعطي شريط. يروح عاد هذا قبل ينام يتسمع. ذكرني بواحد من ربع قبل كان يتصل على هذا الكلام بالثمانينات، يتصل على استغفر الله، يتصل على مطربة كويتية قديمة ما راح أقول اسمها، يتصل ولما ترفع التليفون كانت هي صغيرة يعني، فيشغل لها تليفون الأرضي، فيرفع السماعة ويحطها على المسجل، يحط لها أغنية على الشريط. المهم حب قديم ما شاء الله. المهم فهذا نفس الطريقة، كل ما جاي بينام يسمع الشريط، يسمعها وهي تسولف له. الشريط تقريبا يسجل والله أذكره 45 دقيقة الوجه الأول و 45 دقيقة الوجه الثاني، يعني يمديها تسولف له قصة حياتها. هذا يعطيها الشريط وهي تعطيه، وهي تفضفض له وهو يفضفض لها، ومرات رسالة رسالتين، لكن التسجيل أسهل. التسجيل ترى جدا سهل يعني. المهم أنا قاعد أسولف حق الجيل الجديد الحين اللي يمكن ما يعرف شنو الشريط الكاسيت اللي أسولف عنه. المهم بعد يومين ثلاثة هذا جالها جايب لها البيبسي، قالت له: يلا خلاص تعال أبوي اليوم الفلاني ينتظرك، يعني بعد يومين، كان يوم خميس، تعال بعد صلاة العشاء وراح يكون ينتظرك في المجلس. الولد ما صدق على الله، قال حق أمه: يما أنا ترى يعني وصل لي خبر أن البنت وافقت. شلون وكذا وش دراك؟ طبعا هو كان يخبي عن أمه أنه هو في اتصال مباشر بينه وبين البنت، فقال: أي ما مالك شغل، خلاص أنا راح أروح حق الرجل وإن شاء الله راح يوافق، لأن كانت أمه وأخته يدرون أن هالرجل هذا رده يعني رفض يزوج بنته يعني. المهم يوم الخميس بعد صلاة العشاء ويجي: والسلام عليكم، عليكم السلام، حياك الله، تفضل. طبعا الأب هذا كان في قمة الغضب
والعصبية والشر طالع من عيونه لكن ماسك نفسه. قال والله يا عمي أنا جاي أتقدم مرة ثانية وإن شاء الله أنك غيرت رأيي. قال إيه خلاص غيرت رأيي وأنا ما عندي مانع. قال الحمد لله وجزاك الله خير يا عمي، وأنا راح أخليها يعني فوق راسي ولا أقصر وكذا وإن شاء الله. قال إن شاء الله إن شاء الله. المهم قال له خلاص المهر 1000 دينار. طبعا 1000 دينار في ذاك الوقت كأنه يقول أنا ما راح أزوجك. قال حاضر إن شاء الله. مش الولد وهو محتار 1000 دينار من وين يجيبها. راح قال حق أمه، قالت له 1000 دينار يعني أول يتزوجون حدهم يعني 400-500 دينار، هذا معطيه الدبل، كأنه ما يبي زوجه، كأنه يبي صعبها عليه. فأمه قالت له أنا من وين أجيب لك يا ولدي وكذا، وانت عارف الوضع وانت اللي تصرف علينا، وخلاص ما لا داعي، إذا هذول مهورهم غالية احنا نشوف لك بنت حلال يعني ترضى باللي الله يعني معطيك إياه. قال لا إلا هالبنت. قالت له والله أنا ما عندي. الولد عنده 350 دينار وقتها، ف يعني انتهز فرصة الأب ما هو موجود وراح كلم حبيبته مرة ثانية. قالت له يبا تعال وقول له أنا ما عندي إلا 350 وخلاص، وصدقني راح يوافق. شلون؟ قالت انت مالك شغل، تعال ويصير خير. راح له مرة ثانية قال عمي، قال ها جبت المهر؟ قال لا والله يا عمي. قال زين اشوفك جاي مو معاك المهر ولا معاك المأذون، شنو تلعب انت ولا شنو؟ قال والله يا عمي لان انا ما قدرت ادبر الالف دينار وما عندي الا 350 دينار صراحة. قال ها ماشي ماشي. قال انتظرني شوي. طلع الأب. طبعا أنا بقول لكم سالفة الأب ليش معصب في المرة الأولى اللي وافق فيها وقال له 1000 دينار، لأن البنت يوم شافت أبوها رافض وتبي تجبره أنه يزوجها جعفر، راحت في يوم الأيام إيه وأختها وواجهوا أبوها وقالت له اسمع يا يبا أنا بكون معاك صريحة، زوجني أحسن من الفضيحة. قال فضيحة؟ شو الفضيحة؟ قالت يبا أنا كنت على علاقة مع الولد هذا من زمان والحين أنا حامل منه، والولد جايب نفسه يبي يصلح غلطته يبي يتزوجني. الأب هني ينجن، لكن شنو قاعد يفكر قبل لا يتصرف اي تصرف ارعن. قال خلاص خلاص خلي يجي. الى الان طبعا ما فرغ الكبت اللي داخله، ماسك نفسه ومقهور وما يبي يعني يقتل بنته مثلا ولا يتصرف تصرف ينفضح، يبي يدارك الموضوع. فكر شوي وتضايق وزعلان. قال ماشي ماشي وزعلان لين جاء الولد قال خلاص 1000 دينار. الولد الحين جاه المرة الثالثة قال له ما عندي إلا 350. قال أنت تمسخرني؟ يعني فوق أني أنا ساكت وأبي أستر على بنتي وأنت عينك قوية كل يوم الثاني جايني، ولا أنك مستحي مني وأنا اللي مقهور أنك معتدي على بنتي وكذا. لما قال ما عندي إلا 350 ومو جاي معاه مأذون شرعي قال انتظر شوي انتظر. يطلع طلع الأب هذا طلع من المجلس، توقعوا ايش سوى؟ عنده في الحوش مخبي سكين ومخبي بايب حديدي، وياخذ السكين ويحطها في جيبه ويمسك البايب الحديدي ويدخل على الولد جعفر. هذا قاعد ولا في باله ان هذا ابو خطيبته مثلا انه راح يسوي له شيء يعني، او ينهال عليه بالبايب الحديدي ضرب 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 على الراس لين سقط الولد. قام الولد ينازع يرجف 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 وهو ينزف من هالدم اتركه وراح
إلى داخل البيت عند بنته، قال لها تعالي تعالي أبي أكلمك في المطبخ، بكلمك موضوع. البنت يوم شافت أبوها كلها دم وماسك بايب حديدي عرفت إنه مسوي شيء بالرجل في المجلس وخافت، قامت تترجى الله يخليك يبا خلاص يا يبا الله، ويسحبها ويدخلها داخل المطبخ ويضربها ضربة واحدة على رأسها. البنت على طول أغمى عليها، ما ماتت ومتعمد إنه ما يخليها تموت من الضربة هذه. ليش؟ طلع السكين، في داخله بركان من الغضب والقهر، ويطلع السكين ويشق بطن بنته، مو هي قايلت له انها حامل من الولد، ويشق بطن بنته ويطلع الجنين، ولا فعلا في جنين، والبنت على قيد الحياة ويقوم وينحرها. بعد ما طلع الجنين ويرجع مرة ثانية للمجلس، الولد إلى الآن ينازع ويمسك بالسكين ويقطع تقطع، فارق الحياة الولد والبنت. ترى على فكرة إلى الآن الصدمة ما جتكم، إلى الآن بعد ما ارتكب الجريمة المزدوجة في بنته وعشيق بنته أو خطيب بنته، راح سلم نفسه إلى مركز الشرطة وكان قريب من بيته، راح له مشي وقالهم أنا قتلت شاب اعتدى على بنته وقتلت بنتي معه وهي كانت حامل وأنا طلعت الجنة ورجالها من يوم راحوا، ولا كلامه صحيح، وسلمهم البايب الحديد والسكين. راحوا رجال الأمن ولا فعلا الجثتين موجودين، والبنت اللي هي أخت البنت تصرخ وتبكي وحالتها حالة، والولد خلاص بعد ودع، شالوا الجثتين. لما ودوا جثة البنت للطب الشرعي، داخل ملابسها في رسائل، رسائل منو؟ الولد، وأشرطة للكاسيت كانت مخبيتهم داخل ملابسها. ولما شالوا جثة الولد وكان جاي في سيارة الشركة اللي مات المشروبات الغازية، وفتشوها رجال الأمن ولا فيها أشرطة وفيها رسائل، راحوا البيت ولا فيه رسائل وأشرطة، شو السالفة؟ شنو العلاقة اللي بينهم؟ الأب قال يبا هذا معتدي عليها لكن لما قرب رجال الأمن الرسائل اللي بين الشخصين، هني كانت الكارثة. برجع من أول ما تعرفوا على بعض، البنت هذه كانت فعلا حامل وعلى علاقة، لكن مو مع جعفر، لا كانت مع واحد قبله ضحك عليها وفض بذكارتها وحملت منه وبعدين هرب، وكان ضحك عليه يعني قايل لها اسمه غلط، قايل لها عنوانه غلط وما في تليفونات، وهذا البنت خايف ان ابوها يكتشف الموضوع. المهم لما تعرفت على جعفر صارحته في الموضوع، قالت له انا عندي مشكله، واحد ضحك علي وكذا وهذا الولد شهامه منه يبي يستر عليها، قال له يبا انا اتزوجك وخلاص، والولد انا بقول ان هذا ولدي. قالت له اكيد وكذا، وهو معجب فيها البنت يعني، بالاضافه الى انه يعني فزع لها فزعه اللي ما ادري شو تقول يعني، ورط نفسه بالعربي، قال يبا انا. فلذلك كان اصلا لما يجي عند ابوها ما كان يدري ان البنت كانت تقول حق ابوها ان انا حامل علشان تجبر انه يزوجها جعفر، لان جعفر يدري بالقصة انها حامل لكن مو منها، والرسائل اثبتت، لان الرسائل والتسجيلات الصوتية كانت بصوتها هي وكذلك بصوت الولد جعفر، التبادل اللي كان بينهم، كانت القصة واضحة. لما جابوا اختها ولا اختها فعلا كانت على علم بعلاقتها القديمة، ودرت ان يعني بعدين تعرفت على جعفر، وان جعفر هذا حاول انه ينقذها او ينقذ الموقف عن طريق زواجه من هالبنت هذه، لكن الاب اعتقد
أن جعفر هو اللي معتدي عليها، أن الجنين اللي في بطن بنته هو من جعفر، وما يدري أن جعفر هذا مجرد ولد يعني أخذ الحماس والفزعة وكذا وطق الصدر وتورط في موضوع هو ما له أي ذنب فيه. مالكم بالطويلة، طبعا الأب لما عرف انصدم أن قتل بنته وقتل الرجل، وكان فاهم القصة غلط، لكن بنته كانت على علاقة بواحد قبله، يعني الولد هذا اللي ما له ذنب. المهم وحكموا عليه هذا الرجل بالمؤبد. طبعا هذا الكلام في 73 عمره 50 سنة. الآن نقول عمره كم؟ 90؟ والله يمكن 90، 30 وهني 20 وهني 30، لا والله وايد 60 و50، لا هذا عدل 120، أنا ما تخلص. الله يكفينا الشر. يعني بعض العلاقات اللي تورط وتدمر أسرة فعلا. وموضوع اللي قاف، أنا ودي تنصحون عيالكم والله العظيم، يعني قول أشوف خلي الشهامة مكانها الصحيح. يعني مو كل وحدة شفتها ما تعرفها وتفزع فزع وانت مو عارف شو القصة. يعني مرات الشاب دائما فعلا يفزع حق البنت حتى لو انه ما يعرفها، لكن تفزع لها مثلا تحميها من اعتداء انت تشوفه امام عينك مثلا، تبلغ السلطات الامنية اذا انت في دولة يحكمها القانون، تبلغ القانون. لا تورط نفسك، يعني انا اتزوجك والله علشان اقول لي في بطنك بس، ويجي ابوها ولا اخوها يقتلك وانت يعني تعيل اسره وامك واختك، هذول المساكين اللي تيتموا من وراك، يعني من ورا شهامتك اللي ما كان لها داعي. يعني الله يحفظكم ويحفظ عيالكم ويبعد عنكم هالمشاكل والقصص هذه. وهذه نهايه سالفتنا، وفمان الله، مع السلامه.